اهلا بكم معايا في قناة هاند ميد باي مارز. النهاردة هنعمل فيديو لشنطة بقماش الدك التوتي باج، شنطة كبيرة شيك جدا وترندي جدا اليومين دول. زي ما انتوا شايفين تفاصيلها حلوة جدا وبسيطة وسهلة وينفع للمبتدئين ان هم يبتدوا بيها. كل التفاصيل بتاعت الشنطة نفسها والشغل اللي عليها هتلاقوه في الفيديو. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب او اشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هسيب لكم الجروب اللي جايبة منه الشنطة نفسها في صندوق الوصف للي عاوز ينفذها، وهسيب لكم كل اللينكات بتاعتي، لينك الانستجرام والبيج بتاعت الفيسبوك، وزي ما قلت لكم ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. استعمل لأول شريط عندي فتلة حوالي 20 سنتي، عقدتها كده من الحرفين عشان اعرف اثبتها على البورد اللي عندي، وهثبتها بالدبوس كده، وهبدأ اركب عليها 5 فتلات، طول كل فتلة منهم 2 متر، يبقى الشريط هياخد معايا 5 فتلات طول كل واحدة منهم 2 متر. هبدأ كده عقدة التثبيت. انا كده ركبت ال5 فتلات، هسيب اول 4 اطراف عندي وهاخد الـ4 ناحية الشمال، واللي في النص هقسمها واحدة همشي بيها كده وهمشي بيها والتانية همشي بيها كده، وهنبدأ نعمل العقدة المزدوجة. بعدي الخيط كده مرة وبعدين مرة كمان، بشد ايدي شوية عشان الخيط يبقى متماسك. كده انا عملت اول اتجاه، هشيل الخيوط بتاعته عشان ما تلخبطش، وهاخد الفتله اللي ناحيه اليمين وهعمل بيها عقد مزدوجه في الاتجاه التاني عشان نعمل الوحده دي. لازم نكون عارفين العقده المزدوجه والعقده المربعه. مرنا ايدك عليها كويس، بظبط الشغل كده. وبعدين بساوي الفتل اللي في النص دي وبعمل بالطرفين دول، يعني هسيب الطرفين اللي انا اشتغلت عليهم وباخد اول طرفين في الخيوط اللي في النص وبعمل عقدة مربعة. مش بشد قوي، عايزة العقدة تبقى عريضة وواضحة. وبعدين برجع بالفتلة اللي كانت رايحة ناحية الشمال، برجع بيها ناحية اليمين، برضو عقد مزدوجة.
تأكد ان هما 4 اطراف. كده والتانية العكس، ودي وحدة الدايموند اللي بنستخدمها في المعلقات وحاجات كتير جدا. كده انا عملت اول وحدة، هقفلها في الاتجاه ده او الاتجاه ده حسب الفرق الطرف اللي انتي هتشتغلي بيه. يعني ده لو من الناحية دي في الشنطة فهقفلها كده. حاولي تخلي اتجاهات القفلة دايما واحدة عشان الشكل يبقى متناسق، بيفرق في الفينش وبيفرق في التسعير طبعا. كده انا ببتدي وحدة جديدة. انا عملت اول وحدة، هي الشنطة الفرع فيها مكون من 3 وحدات. كده انا بكمل للوحدة التانية. بشيل 4 فتلات عشان ما تلخبطش معايا، كده 5 اطراف بعمل بيهم الناحية الشمال. كده انا خلصت اول فرع، عملت فيه 3 وحدات ونص، يعني مشيت بباقي العقد المزدوجة ناحيتين بس من غير ما اعمل العقدة المربعة في النص، لان دول اللي هقفل بيهم مع الفرع التاني. هعمل الفرع التاني واجي اوريكم هنقفلهم مع بعض ازاي ونثبتهم في الشنطة ازاي. انا كده خلصت الطرفين قد بعض هم بالظبط ونفس الشكل ونفس النهاية، مع اختلاف اتجاه قفلة الخيط، لان انا لما هاجي اقفلهم هنا مع بعض هيعملوا هيبقى الشكل كده متناسق. هقص بقى الخيط من النص من هنا، وهما دول الطرفين. هوريكوا بقى هنكمل الشغل ازاي. دي كده الشنطة بتاعتي، جايبها من جروب آية فوزي، هسيب لكم لينك الجروب في صندوق الوصف. هثبتها كده على البورد اللي انا شغالة عليه، هفردها كويس كده، هفرد التانية بتاعتها كويس وهثبتها على البورد اللي انا شغالة عليه، وارجع اوريكم هنثبت الشغل عليها ازاي. انا كده ثبت الشنطة على البورد. الشنطة دي انا جايباها من عند جروب آية فوزي، هسيب لكم لينك الجروب في صندوق الوصف. عرض الشنطة 48 سنتي، وهي مفرودة قوي كده، وطولها من هنا لهنا حوالي 30 سنتي، والقاعدة بتاعتها مدعمة متماسكة، عرضها ده 15 سنتي. انا ثبتت اول طرف وهثبت التاني معاكم، وهنزل حوالي 5 سنتي او 4 صوابع يعني لحد هنا كده، وهثبت الطرف بنفس الميل بتاع الخياطة دي كده. هيبقى عندي هنا في النص اهو قريبين، وبينهم
حوالي سنتي، ده اللي هعمل فيه عقدة مزدوجة عشان أقربهم من بعض أو أمسكهم مع بعض. هنكمل الشغل اللي في النص هنا. أنا ثبت كده الطرفين بحيث إن هما يبقوا نفس الميل، وهقفل الطرفين دول اللي هما عاملين لي السبعة اللي فوق دي أو التمانية بعقدة مزدوجة. تمام، هاخد بقى الطرفين اللي جايين من العقدة المزدوجة ومعاهم طرفين كمان، وهعمل عقدة مربعة كده. هاخد منها طرفين كده ومن هنا طرفين، وهعمل كده أوضح. ونفس الطريقة هنا. وبعدين هاخد الطرفين اللي في النص وهعمل بيهم كمان عقدة مربعة. وهروح على أول فتلة طالعة من هنا أهي، وهعمل بيها عقد مزدوجة عشان اقفل المثلث. انا عملت كده بأول طرف عقدة مزدوجة، هاخده كده معايا وهلف الطرف التاني عليه. خلصت ده، عملت بيه العقدة المزدوجة، هاخده برضو من تحت كده بس اخلي اتجاهه لجوه شوية عشان ما يبقاش باين، وهاخده معايا تحت وهلف على الثلاث اطراف. كده العقدة المزدوجة، هاخد الطرف ده معايا. كل مرة وانا بسجل ببقى فاتحة الشباك عشان الاضاءة، ولازم الدبانة دي تدخل معايا في الفيديو. بنفس الطريقة كده بقى عندي اربع اطراف، هاخد الطرف الخامس وهلف على الاربع اطراف، هبرمهم بس كده واشد جامد. واظبط الشغل، وبنفس الطريقة هعمل الناحية التانية. كده انا وصلت لاخر الطرفين، هجمعهم وهقص لحد طرف الشريطة، وهاخد منهم فتلة هتنيها كده على اتنين، واخلي الطرف ده لجهة الشمال كده وهلف. طلعه شوية عشان ما يهربش مني، ثلاث مرات مثلا، ثلاث لفات، وهدخل الطرف ده كده في الحلقة. وشد كده لحد ما التانية دي تدخل جوه اللفات كده، هقص
الزيادة وهدخلها جوه الخيط. يبقى أنا كده عملت الشرشوبة اللي في النص كده في طرف زاد. وبعدين الطرف ده بقى ده اللي انا قلت هقفله، عايزه اقفل ده كده مع ده من ورا الشرشوبه دي، فهاخد كده دول اربع اطراف اللي اتبقوا من الشكل اللي فوق وهمشي بيهم مثلث لتحت كده. وبعد ما خلصت الطرفين هرفع بقى دي كده، ثبتها مثلا بدبوس دلوقتي وهقفل هنا كده. يبقى احنا خلصنا الشكل اللي موجود على الشنطة، هوصل لاخر الشنطة كده وقص. طبعا في خيوط يدوب بالظبط يعني زي دي اهي، اوضح لكم الصورة دي كده انا مقصتهاش، يعني هو المقاس المترين مظبوط بالظبط عشان في فتل هتوصل بالظبط لاول الشنطة. الحاجات اللي زادت دي بقى مش هتسيبيها، طبعا هنركب بيها الشراشيب في الفتلة دي، هنعديها من ورا الفتلة كده كده. بس انا مفضلش ان انتي تركبي الشراشيب دلوقتي غير لما تثبتي بالخياطة عشان ما تبقاش تقيلة عليكي وتتعوج منك في الخياطة. هوريكم هنخيطها ازاي. انا كده مثبتة الفرع في نفس مكانه، الخيط اللي انا لف عليه هقصه هقصره وهتنيه في الحتة اللي تحت هنا دي عشان ما يبقاش بارز لفوق، وهثبته اول حاجة بالابرة. هلف عليه الخيط كده مرتين مثلا، وبعدين اثبت كده وهمشي بالخياطة على الطرف بالظبط. وبكده شنطتنا اللذيذة دي خلصت بكل تفاصيلها، تفاصيلها بسيطة ومش محتاجة مجهود. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك واشتركي طبعا في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.